كلمة السيد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الحضور الكريم، مرحبا بسيادتكم على أرض البحيرة التي تشرف بزيارتكم الكريمة اليوم، والتي تعكس اهتمام ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المحافظة التي شهدت في عهد فخامته من المشروعات القومية ما نعجز عن حصره، وأهداها من مبادرته الإنسانية البليغة حياة كريمة ما غير وجه الحياة بقراها ومراكزها المختلفة، حيث بلغ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية بإجمالي 3967 قرية وتابع، وذلك بنسبة 50% من المحافظة. كما تغطي هذه المشروعات خدمات 50% من تعداد مواطني المحافظة، ولقد بلغ عدد المشروعات 8868 مشروع في 20 قطاع من القطاعات المختلفة لخدمة أهالي المحافظة، هذا بالإضافة إلى مشروعات قومية في الفترة من 2018 وحتى الآن بلغ عددها 4326 مشروعاً، وذلك بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه. تم الانتهاء من 3635 مشروع، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 60%، وجاري العمل ب 691 مشروع بتكلفة إجمالية 31.5 مليار جنيه بنسبة 40%، وذلك بالقطاعات المختلفة، فضلاً عن مشروعات حياة كريمة التي تكلف تنفيذها 44 مليار جنيه. واسمح لي سيادتكم أن أعرض أهم المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة. تم إنشاء 4325 مشروع قومي بمحافظة البحيرة بتكلفة 8.5 مليار جنيه. مشروعات تم الانتهاء منها 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة مئوية 61%. مشروعات جاري العمل بها 691 مشروع بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه بنسبة 39%. مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 157 مشروع بتكلفة إجمالية 13.1 مليار جنيه. إجمالي المشروعات المنفذة 77 مشروع بتكلفة 5.4 مليار جنيه. إجمالي المشروعات الجارية 80 مشروع بتكلفة 7.7 مليار جنيه. في مجال الصرف الصحي تم تنفيذ 54 مشروع، المشروعات الجارية 73 مشروع التكلفة 9.5 مليار جنيه. في قطاع مياه الشرب إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها 23 مشروع، إجمالي المشروعات الجارية 7 مشروع بتكلفة إجمالية 3.6 مليار جنيه. دي صور لبعض المشروعات اللي تمت في محافظة البحيرة. محطة مياه المحمودية، توسعات محطة صرف إدكو، محطة صرف صحي النجيلة بكوم حمادة، محطة مياه المجد بالرحمانية، محطة راس كاويتش بكفر الدوار، مشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي حمد منيسي ورودة المغازي، محطة مياه عقد 4 بكفر الدوار. سيادتك شرفت بزيارة سيادتك في زيارتك الأخيرة.
صرف صحي المعدية، مشروعات بقطاع الطرق والكباري. تم تنفيذ 57 مشروع بإجمالي 12.7 مليار جنيه تكلفة. مشروعات تم الانتهاء منها في مجال الطرق 25 طريق بطول 270 كيلومتر بتكلفة 700 مليون جنيه، 4 كوبري بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه. مشروعات جاري العمل بها 11 طريق بطول 115 كيلومتر بتكلفة 3.5 مليار، 16 كوبري جاري العمل بهم بتكلفة 4.3 مليار، بالإضافة لي 3 مشروعات كبرى بتتم داخل المحافظة: المحور الرابط، القطار السريع، محور المحمودية. ده فندم أحد الصور لبعض الإنجازات في هذا المجال. ده كوبري مشاة إيتي البارود اللي سيادتك أمرت بإن إحنا نعمل كوبري مكانه، لأن طبعاً كان في تزاحم جداً عليه والمنظر كان زي ما سيادتك كده شايفه. مشروع إنشاء كوبري الشهيد رامي حسنين بإيتي البارود اللي هو بديل الكوبري اللي ظهر قدام سيادتك في الصورة. ده منظر الكوبري بعد الانتهاء يا فندم، وده منظر الكوبري برضو بتصور تاني، ولكن هو في النهاية حل مشكلة المنطقة بالكامل وأزمتها. كوبري ده منهور العلوي، افتتاح كوبري المشاة أعلى الطريق الزراعي بقرية زهرة بكفر الدوار، رفع كفاءة طريق القاهرة اسكندرية الصحراء الزراعي وإلغاء التقاطع مع مدخل كوم إشو وكينج عثمان بكفر الدوار، كوبري معمل الإزاز بكفر الدوار وده جاري العمل بيه، كوبري الحويحي، كوبري دسونس أم دينار العلوي، كوبري ومحطة سكة حديد دمنهور وتم افتتاحها افتتاح رئاسي، كوبري ومحطة سكة حديد دمنهور ده برضو منظور تاني، قطاع الطرق والكباري مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، رفع كفاءة طريق إدكو دمنهور من مدخل مدينة إدكو حتى كوبري عاشور بطول 27 كيلومتر، توسيع ورفع كفاءة الطريق الزراعي أمام منطقة دنشاد، أعمال تطوير دوران أبو حمص بالطريق الزراعي، رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، رفع كفاءة الطريق الصحراوي. مشروعات في قطاع الري، تم عمل 338 مشروع بتكلفة إجمالية 4.8 مليار جنيه. مشروعات بقطاع الري تم تنفيذ 150 مشروع، مشروعات تم الانتهاء منها 113 بتكلفة 2.3 مليار جنيه. مشروعات جاري العمل بها 37 مشروع بتكلفة 281 مليون جنيه. المشروعات تبطين الترع بطول 780 كيلومتر لعدد 188 ترعة بتكلفة 2.7 مليار. مشروعات تم الانتهاء منها في التبطين بطول 462 كيلومتر، تم الانتهاء من إنشاء 30 ترعة بتكلفة 1.4 مليار جنيه. مشروعات جاري العمل بها 158 مشروع بطول 318 بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه. أهم مشروعات قطاع الري يا فندم اللي تم إنشائها في محافظة المحيرة: محطة الخيري والدشودي وشرشرة وتروجي وطابية العبد. بعد الصور للمحطات دي، افتتاح محطة طابية العبد برشيد، محطة طولمبات صرف الدشودي، محطة العقير بترعة جزيرة الجامع للعمل بالطاقة الشمسية، ترعة حبيب مركز كفر الدوار وبدأ منظرها قبل وبعد التبطين، ترعة قرقول بكفر الدوار المنظر العام باين،
طلعت الظاهري الظهير الشرقي الظاهري الشرقي بإيتي البارود. دي أعمال التطهير اللي بتتم لبعض الترع في محافظة البحيرة. ده المنظر بعد التطهير. مشروعات في قطاع الكهرباء، تم إنشاء 441 مشروع بتكلفة 11.1 مليار جنيه. تنقسم المشروعات إلى مشروعات تم الانتهاء منها، تم الانتهاء من 285 مشروع بتكلفة 10.7 مليار بنسبة 65%، مشروعات جري العمل بها 156 بتكلفة 365 مليون بنسبة 35%. دي بعض الصور للقطاعات اللي تم إنشائها. محطة كهرباء حوش عيسى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه تخدم المنطقة الصناعية الجديدة في حوش عيسى، لسيادتك تشرفت بزيارة سيادتك. لوحة توزيع السنهرة بمركز كفر الدوار، افتتاح لوحة توزيع كهرباء غرب كفر الدوار، لوحة شرق الدلنجات بمركز الدلنجات، لوحة توزيع أبو حمص بمركز أبو حمص، لوحة توزيع محمود خليفة بدمنهور، لوحة توزيع الإنشاء والتعمير بدمنهور على مساحة 400 متر، لوحة توزيع محمود الذهبي بكفر الدوار على مساحة 700 متر. بحب أنوه يا فندم اللي أنا بذكره ده بعض المشروعات، مش كل المشروعات. مشروعات قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة، تم إنشاء 336 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، تم استلام 245 مدرسة بتكلفة 1.6 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 73%، جاري العمل ب 91 مدرسة بتكلفة 600 مليون بنسبة تنفيذ 27%. دي صور لبعض القطاعات: افتتاح مبنى الإدارة التعليمية بوادي النطرون، المدرسة الثانوية الزراعية بوادي النطرون، المدرسة الزراعية برضو، مدرسة الإرشاد بالدلنجات، مدرسة أحمد سرور البنا بالمحمودية، مدرسة أحمد سرور البنا بالمحمودية من الداخل، مدرسة الإخلاص بأبو المطامير، مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، ودي بتمثل بتوفر إقامة كاملة وإعاشة للطلبة داخلها خلال الأسبوع، وأهالي الطلبة بتستلمهم آخر الأسبوع، ففيها ستك مطابخ وأكل وشرب وإقامة وإعاشة وكل حاجة. مدرسة الكرمة بدمنهور، مدرسة من الداخل مدرسة الكرمة، توسعات مدرسة منشأة الوكيل بدمنهور. قطاع الإسكان بمحافظة البحيرة، تم إنشاء 7992 وحدة سكنية على 4 مراحل بتكلفة 1 مليار جنيه. موقف المشروعات: تم تسليم 4041 وحدة سكنية بتكلفة، تسليم 3951 بتكلفة 613 مليون جنيه. دي صور لبعض الأماكن اللي تم فيها الإنشاءات دي. مساكن عاشور صالح بكفر الدوار تم تسليمها، أرض بركات بكفر دوار، وادي النطرون غرب خط سمت، مناطق العشوائية في محافظة البحيرة، منطقة الكسارة برشيد، تم إنشاء عدد 5 عمارات بواقع 117 وحدة سكنية، 9 محال تجارية بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه. ده منظر المنطقة قبل التطوير، ده الافتتاح وتسليم العقود، ده منظر المنطقة فندم بعد ما انتهت، ده من الداخل. في قطاع الصحة بمحافظة البحيرة، تم تنفيذ 79 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه، إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 61 مشروع بتكلفة 2.1 مليار، مشروعات جري العمل بها 18 بتكلفة 1.2 مليار. أهم المشروعات اللي تمت في هذا القطاع: المعهد الطبي القومي بدمنهور وشرف بزيارة سيادتك، مستشفى كوم حمادة المركزي، مستشفى دمنهور العسكري. مستشفى كوم حمادة ده منظرها من الخارج. ده من الداخل.
المستشفى العسكري بدمنهور، المعهد الطبي القومي وتم تطويره بتكلفة 260 مليون جنيه وشرف بزيارة سيادتك، ده منظر التطوير اللي تم من الداخل في غرف العمليات، مستشفى رشيد وشرفت برضه بزيارة سيادتك، المنظر من الداخل، ده مبنى الاستقبال، وحدة فريد عطية للغسيل الكلوي بالحبروك، مستشفى دنشال ده منظرها من الخارج والداخل، تم صرف عدد 14 سيارة إسعاف جديدة لصالح المحافظة لخدمة نقط الإسعاف في مشروع حياة كريمة، كلهم مجهزين عناية مركزة يا فندم. مشروعات قطاع التعليم العالي تم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه، تم استلام 5 مشروعات بتكلفة 186 مليون جنيه، جاري العمل بأربعة مشروع بتكلفة 1.4 مليار جنيه، آسف مليار جنيه، منها كلية الهندسة، وسيادتك الجامعة شرفت بزيارة سيادتك وتفقدت سيادتك المباني دي، مستشفى دمنهور التعليمي ده جاري إنشائها الآن في برضه في الصرح الجامعي، تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول لمحافظة البحيرة بتكلفة 455 مليون جنيه، تم تدبير 231 معدة شراء جديد، وعمل 3 مشاريع، تم تدبير المعدات ب 338 مليون جنيه، وعمل 3 مشاريع اللي هي النقط الوسيطة ومدفن بدر بتكلفة 117 مليون جنيه، تصبح إمكانيات المحافظة 890 معدة بتستخدم في مجابهة الأزمات أثناء السيول، وثلاث مصانع تدوير ومدفن وثلاث مقالب واثنين محطة تدوير وسيطة، الخارج اليومي للمحافظة من المخلفات 4500 طن. ده منظر العربيات اللي تم تدبيرها بخلاف طبعا العربيات اللي تم دعم الحماية المدنية بها. وأصبح القطاع ده يا فندم في محافظة البحيرة من القطاعات المميزة، الحمد لله المحافظة بتتميز يعني انها من افضل المحافظات في مجابهة الأزمة في موضوع السيول والنظافة العامة، اعمال انشاء لمحطة تجميع القمامة الوسيطة بدمنهور، ده المنظر، ده مدفن بدري يا فندم اثناء الاعداد والتجهيز وتم الانتهاء منه استلامه بنسبة 100%، تطوير مدينة رشيد تم عمل 18 مشروع في مدينة رشيد بتكلفة 393 مليون جنيه، مشروعات تم الانتهاء منها 11 مشروع بتكلفة 148 مليون جنيه، مشروعات جري العمل بها 7 مشروع بتكلفة 245 مليون جنيه، ده منظر لمجمع المواقف في رشيد، دي سوق الخضار الجديد، ده سوق السمك الجديد، ده التطوير للكورنيش قبل وبعد، برضو هنا مرسى المعدية قبل وبعد، مرسى دهليز الملك قبل وبعد، تطوير كورنيش النيل برضو ده قبل وبعد، ده مبنى مرور رشيد، مبنى ونسبة التنفيذ فيه 95%، سجل المدني وتم تسليمه نسبة تنفيذ 100%، بعض الأعمال اللي بتتم في بعض المساجد الأثرية في المدينة زي المسجد المحلي،
مشروع ميناء الصيد برشيد، ده احد مشروعات التطوير اللي تمت في رشيد. شرف المشروع بزياره سيادتك بتكلفه اجماليه 600 مليون جنيه بنسبه تنفيذ الان 97% يا فندم. المشروع انشئ على مساحه 48000 متر مربع، بيوجد بيه 12 مبنى بيسع 50 مركب في الساعه، طول الرصيف بتاعه 850 متر. ده مجسم المبنى، دي زيارة حضرتك، دي مراحل الإنشاء، ده المنظر الآن. مدينة رشيد الجديدة، بعرض سيادتك على السيد رئيس الجمهورية صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، وشرفت بزيارة سيادتك. ده المخطط العام للمدينة، ده المثلث الذهبي، دي زيارة وزير الإسكان للمنطقة. تم عمل 25 عمارة ذات طابع خاص كمرحلة أولى في المنطقة، أعمال التكريك لمجرى النيل اللي سيادتك أمرت بيها وشغالة على قدم وساق الحمد لله. البوغاز بقى حالته مميزة في مرور ودخول المراكب خروجا ودخولا، يعني بوغاز رشيد، وده أعمال التكريك للمجرى المائي. مشروعات بشائر الخير أربعة على مساحة 43 فدان برشيد الجديدة، تم إنشاء 33 بلوك بعدد وحدات سكنية 4554 وحدة سكنية في 66 عمارة، ويحتوي المشروع على مسجد ونادي اجتماعي وجراء و66 جراج و594 محل تجاري. سيادتك شرفت المشروع في رشيد الجديدة، ده منظر المشروع الآن بعد ما وصل لنسبة تنفيذ حوالي 97%. مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بتكلفة 80 مليون جنيه، تم افتتاح المسار على مسافة 24 كيلو متر تم رصفهم بتكلفة 48 مليون جنيه، 18 كيلو متر تم إنارتهم بتكلفة 26 مليون جنيه، 16 كيلو متر تم تشجيرهم، لوحات إرشادية اتكلفت 2.2 مليون جنيه تم إنشائها لصالح المشروع، والحمد لله تم افتتاحه من شهرين. شرفنا في الافتتاح بزيارة السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير السياحة. ده منظر الطرق أثناء التجهيز. ده التشجير اللي تم للنخيل اللي تم زراعته داخل المسار، وعمل الإنارة. ده أحد ميادين اللي موجودة جوه، دي اللوحات الإرشادية اللي تم عملها لصالح المشروع. ده أحد الاستثمارات اللي تمت لصالح المشروع مول كتوبة. تم عمل جون التراكي لمراكب الصيد بدون شراع بمدينة إيدكو، إجمالي مساحة المينا 80000 متر مربع، تكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، سعة الرصيف 400 مركب، طول الرصيف 390 متر، دي المراكب الصيد الصغيرة يا فندم. المناطق الصناعية بتكلفة ترفيه 1.3 مليار جنيه، تم إنشاء 335 مشروع بمنطقة وادي النطرون و85 مشروع بمنطقة حوش عيسى.
دي بعض الشركات اللي سيادتك زرتها لزيارتك للمنطقة، شركة نيو هوب لتصنيع الأعلاف قائم وينتج، وبقى دلوقتي في أكتر من 50 مصنع فندم في المنطقة، حوالي منهم 15 اشتغلوا. دي بعض الزيارات للمنطقة. منشآت سيتي لايت لتصنيع الأدوية، شركة فيوتشر لتشكيل المعادن. دي زيارة للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبعض المصانع في المنطقة. المجمع الصناعي النسيجي بحوش عيسى بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، وبنفس المنطقة الصناعية تم إنشاء هذا المجمع. تكلفة الإنشاء 1.37%، تكلفة الترفيه 14 مليون جنيه على مساحة 15 فدان، بتوفر فرص عمل 9000 فرصة عمل. تم إنشاء 864 ورشة. المناطق الخدمية تم إنشاء 3 مناطق، مناطق إدارية 4 مناطق، نسبة التنفيذ 99%. ده الشكل العام للمنطقة أثناء التجهيز والانتهاء. المجمع السكني الحرفي التعاوني بفرهاش تم إنشاء المرحلة الأولى بتكلفة 271 مليون جنيه. تكلفة الإنشاء كانت 200 مليون جنيه، تكلفة الترفيه 71 مليون جنيه. وفر 140 وحدة سكنية، 6 مباني خدمية، 110 محال تجارية، 6 مخازن، 73 ورشة، 14 وحدة إدارية. وستك زرت المشروع ده يا فندم، اللي هو شقة المواطن جنب الورشة بتاعته. ده المنظر العام للمشروع. دي زيارة سيادتك، ده منظر المشروع بعد الانتهاء يا فندم. دي الورش. المنطقة التجارية اللوجستية وشرفت برضو بزيارة سيادتك. تم استثمارات ب 11 مليار جنيه على 96 فدان، مقسمة إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى شركة العروبة على 47 فدان باستثمارات 5 مليار. المنطقة الثانية شركة كازيون على 15.5 فدان باستثمارات 3 مليار. المنطقة الثالثة شركة ام دبليو اس على 26 فدان باستثمارات 3 مليار. ده منظر المنطقة سيادتك، دي زيارة حضرتك. ده المنظر بتاع كازيون. المشروع ده يا فندم واجهنا بيه الأسعار في الفترة السابقة، كان مميز جدا وحقق للمحافظة الثبات في الأسعار، من ضمن المشروعات اللي ساعدتنا. المنظر العام من الداخل. دي منظر المشروع بتاع شركة العروبة، وعبارة عن مول تجاري. مشروعات قطاع الثقافة، تم عمل 5 مشاريع بتكلفة 149 مليون جنيه. مشروعات تم الانتهاء منها 4 مشروعات بتكلفة 104 مليون جنيه. مشروعات جاري العمل بها 1 مشروع بتكلفة 45 مليون جنيه. ده منظر المراكز الثقافة اللي تم افتتاحها. ده دمنهور سيادة. ده مركز وادي النطرون، كوم الحاصل، مكتبة كفر الدوار. في قطاع الشباب والرياضة تم عمل 193 مشروع بتكلفة 223 مليون جنيه. موقف المشروعات، تم الانتهاء من 118 مشروع بتكلفة 101 مليون جنيه. الاستثمار الرياضي تم على 34 مشروع بتكلفة 59 مليار جنيه.
مشروعات جاري العمل بها 41 مشروع بتكلفة 62 مليار جنيه. عدد المستفيدين من الأنشطة 1.5 مليون مستفيد. دي منظر حمامات السباحة. النادي الترفيهي بمركز شباب إيتاي. منظر لبعض الملاعب اللي تم إنشائها. مركز شباب دمنهور، ملعب الوفائية، ملعب الهلايل، مركز شباب العدل باب المطامير، مركز شباب الإمام مالك بوادي النطرون، ملعب جعيف دي قرية. الموقف التنفيذي لمشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إجمالي عدد المراكز المستهدفة في محافظة البحيرة 6 مراكز، عدد الوحدات القروية المحلية اللي تم تنفيذ المشروع بها 42 وحدة قروية محلية قرية أم، إجمالي عدد العموديات 237 عمودية، إجمالي عدد القرى والتوابع 3967، إجمالي المساحة المستهدفة سيادتك 50% من مساحة المحافظة. خدمت هذه المشروعات 3.5 مليون نسمة، حوالي 50% من أهالي محافظة البحيرة. تم توفير 895 قطعة أرض لصالح هذه المشروعات. استهدفت المبادرة تحسين حياة 50% من سكان المحافظة. الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، إجمالي عدد الأراضي المطلوب كان توفيرها 895 وتوفرت 100%، كان منها 37% تبرعات وأربع قطع نزع ملكية والباقي كله أملاك دولة. نسبة التوفير 100%. إجمالي مشروعات المحافظة 8868، متوسط نسبة التنفيذ 75%. الموقف العام للمشروعات، مشروعات الشعبة الهندسية يعرضها السيد العميد أحمد زكي 1498 مشروع، مشروعات الخطط الاستثمارية والهيئات الأخرى، مدارس نفذنا 290 مدرسة، هيئات ومديريات 1142 مشروع بإجمالي 1432، إجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها 2459 في هذا القطاع. سكن كريم 9 مشروعات، تأهيل المنازل 5929، إجمالي مشروعات حياة كريمة بالمحافظة 8868. موقف التنفيذ يا فندم، المدارس بنسبة 92%، مياه الشرب 98%، الصرف الصحي 90%، الري 55%، الغاز 20%، وده منتظر طبعاً البنية التحتية تخلص عشان يكمل شغله، الألياف الضوئية 20%، مكاتب البريد 70%، أبراج المحمول 80%، محطات السكة الحديد 77%، نقاط الشرطة 70%، مكتبات الثقافة 100%، طرق الخارجية 20%، ودي برضو لسه عليها أعمال بنية تحتية، مشروعات متنوعة 20%. ده صور لبعض المشروعات. وده طبعا يا فندم بخلاف المشروعات اللي بتنفذها الهيئة الهندسية مع المحافظة، وهيعرضها سيادة العميد أحمد زكي. ده المنظر العام لشكل المشروعات اللي احنا بتنفذ. دي محطات سكة حديد. شكرا لسيادتك يا فندم. بستأذن سيادتك طبعا ان العميد احمد زكي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية يعرض المشروعات الهيئة الهندسية اللي بتتم داخل محافظة البحيرة لصالح المشروع. وبستأذن سيادتك باسم محافظة البحيرة وبعد حجم العمل الكبير والجهد الكبير للحكومة بمحافظة البحيرة ان احنا نهدي سيادتك كتاب الله الكريم ودرع المحافظة، شكر من كل اهالي محافظة البحيرة بحمله لسيادتك يا فندم على حجم العمل الكبير اللي بيتم داخل محافظة البحيرة. شكرا يا فندم.